نشرة مغربية جديدة، أهلا بكم. هاجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد السعودي المدرب السابق لمنتخب أسود الأطلس إيرفي رونار، واعتبره أنه لا يمتلك أخلاقيات التدريب، بينما عاتب المدرب الحالي وليد الرجراجي على إشراكه في شوط واحد فقط بعد كأس العالم، وذلك في مقابلة مطولة مع الصحفي المغربي خالد ياسين. أكد الدولي المغربي أمين عدلي في حديث لوكالة فرانس بريس أن تحقيق الثلاثية مع باير ليفركوزن الكأس والدوري الأوروبي بعد التتويج التاريخي بلقب الدوري الألماني سيكون أمراً رائعاً بالنسبة للنادي. أكد موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي أن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان يرحب بالانتقال إلى الدوري السعودي، وذلك بعد أن أعلنت عدة أندية رغبتها في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. أثار لاعب الوسط الدولي الجزائري حسام عوار اهتمام أندية الدوري السعودي، حيث كشفت وسائل إعلامية عن رغبة بعض الأندية في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيف المقبل. توجت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بالميدالية الذهبية في وزن 66 كيلوغراما ضمن نهائي دورة أمريكا المفتوحة للملاكمة، بينما واصلت كيليان مور تألقها في كأس العالم للجمباز جولة الدوحة بإحرازها ذهبية جهاز الحركات الأرضية وفضية جهاز عارضة التوازن. تتنافس ثلاث قوائم على رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم، وهي قائمة زياد التلمساني النجم السابق لمنتخب تونس، وقائمة جلال طقية الذي تقلد عديد المناصب كمسؤول في اتحاد كرة القدم، في حين تعلقت القائمة الثالثة بالمسؤول واصف جليل الذي عمل لسنوات طويلة في خطة نائب رئيس الاتحاد السابق وديع الجريء. أشاد رولاني موكوينا مدرب ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي بجماهير الترجي التونسي، مؤكدا أنها صنعت الفارق في فوز فريقها أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف. نهاية النشرة المغربية، إلى اللقاء.